متتبعي قناة أنفاس بريس، مرحبا بكم. في بداية هذه الألفية هذه أطلقت ولاية الدار البيضاء مشروع تاع مليون شجرة. سنوات من بعد جاء العمدة الحالي تاع الدار البيضاء وأكد أنه سيتم إنجاز شجرة لكل أسرة بيضاوية. كل هذه المشاريع هذه ما كاينش حاليا الأثر ديالها على مستوى العاصمة الاقتصادية، الأمر الذي يثير يعني استفزاز وامتعاض مجموعة من سكان المدينة اللي تأكدوا بأنه من اللازم يعني إضافة مساحات خضراء جديدة على الأقل في السنوات المقبلة باش يقدروا يمارسوا الرياضة وباش أيضا يستنشقوا الهواء النقي في مدينة تتوسع عمرانيا بشكل مرعب. بالنسبة لك واش المساحات الخضراء في الدار البيضاء كافية؟ الصراحة لا ما كافياش، حيت هذه المساحة الخضراء اللي عندنا هنايا كتعاني من الاكتضاض، كيجيو السكان من أحياء أخرين باش يجيو يمارسوا فيها الرياضة، ولذلك كيكون اكتضاض واحد شوية، ولكن حنا المغاربة على القلب الكبير صابرين. واش طالبوا بزيادة المساحات الخضراء في المدينة؟ نعم كنطالبوا حيت كاين تطور كلشي الحمد لله مع هذا الوقت ديال الكوفيد، كلشي تعاطى الرياضة، كلشي ولا باغي يقاد الفيزيك ديالو حيت كيعاني بنادم من الأكل والنوم كيكون واحد السمن. لهذا كنطالبوا ان شاء الله الدوله باش يساعدوا الشباب ماشي غير في مساحات خضراء، حتى في مساحات خاصه بالرياضه، مساحات خضراء ويكونوا فيها اماكن بحال هادو ديال الباغ فيكس وديال ديال ديال لونطريمون ديال الدراري لي جون. خويا يلاه بدينا كنشوفوا اعاده الهيكله اللي قدوا انهم يوفروا لنا بعض المساحات الخضراء، ومازال السكينه محتاجه ان يكونوا العديد من المساحات الخضراء، لان كيكون هنايا واحد المشكل ان كيجيو ناس من احياء اخرين اللي تيجيو كيترينيو هنايا، وما كرهوش ان شاء الله الدوله ان تشوف تعاود المدار في المشكل هذا اللي كاين، وتحاول تاسس لهم تما مساحات خضراء في الاماكن ديالهم في الحي ديالهم باش ما يكونش مشاكل. بالنسبه للعمليه ديال التشجير ديال على مستوى جهه الدار البيضاء السطات اللي كتعتبر واحد المدينه كتعاني من التلوث بحكم بان تعتبر مدينه مليونيه ومحيطه بعده معامل صناعيه. كانت هناك مبادره ديال التشجير ديال العمليه ديال التشجير اللي كانت سابقا من المجلس السابق ديال اللي كان كيترأسو العمده السابق، وكانت في واحد الاطار ديال مليون شجره. اليوم كنشوفوا هذه العمليه ديال التشجير بانت على المستوى السنين الاخيره على مستوى جميع مقاطعات الدار البيضاء 16، ولكن الاشكال اللي كنعانيو منه هو اللي بالمناسبه اليوم عليه هذه الندوه الصحفيه، وهو الاقصاء ديال واحد العدد كبير ديال المقاولات الصغرى والمتوسطه في هذه السنه والمساحات الخضراء. كان السابق هاد الصفقات العموميه الخاصه بالمساحات الخضراء كانت كتوزع على واحد شركات معدوده على 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 رؤوس الاصابع، وكنا انذاك في عهد السيد الوالي السابق السي سفير اللي كنشكره من هذا المنبر هذا اللي كان تدخل بعد الطلب ديالنا انذاك في الجمعيه المغربيه ديال المقاولات البستانه والمساحات الخضراء، وكانت تعطات واحد التدخل ديالو تعطات بدخول عدد كبير ديال المقاولات للمنافسه. ومؤخرا حنا كنشوفوا كانوا نيت المقاولات اللي كانت تحت لواء ديال المنظمه الديمقراطيه للشغل اللي دخلات المنافسه وقامت بالواجب ديالها، وعليها كنشوفوا مؤخرا التشجير ديال جميع المقاطعات ديال جهه الدار البيضاء السطات. الى حد الان راه التشجير في هاد 5 سنين الاخيره حيت دايرين واحد البرنامج ديال 10,000 شجره كل سنه، بدات في 2015 راه غادي تسالي في هاد 2021 حيت في البرنامج فيه خمس سنوات.
وكنتمناو باش يزيد يستمر هذا البرنامج واحد خمس سنين ولما لا اكثر، لحقاش الدار البيضاء مدينه مليونيه فيها الكثافه السكانيه اللي الى نقولوا اول مدينه في المغرب من حيث الكثافه السكانيه، باش تزيد تبان هادشي ديال التشجير على حساب البيئه، وكيعطي واحد الجماليه وواحد الرونق لمدينه الدار البيضاء. الندوه عقدنا الندوه على اساس اننا كنعانيو من واحد النسبه ديال 25% في لاماس السالاري بالنسبه لنا حنا كالقطاع ديال البستان والمساحات الخضراء، اللي كنعانيو من هاد 25% ديال سميتو 25% ديال في شي فرض فير باش تمشي لاماس السالاري ما يمكنش، حيت كاينين قطاعات في المغرب، اول قطاع في المغرب اللي كياخذ هاد النسبه هادي كان حنا كنحتجوا وكنستنكروا هاد الشيء، وبغينا هاد الشيء باش يوصل للراي العام، ولما لا باش يكون واحد الاستقبال من طرف المديريه ديال التجهيز ولا وزير المعني بهذا الامر هذا باش نناقشوا معاه، حيت الا ما حضروش المهنيين في واحد الندوه في واحد سميتو اللي غادي واحد التصنيف اللي غادي ياثر لنا واحد الالاف ديال المقاولات، وما حضروش المهنيين غايجيو يتحط، هذا راه تعسف بالنسبه لنا. حنا كنحملوا المسؤوليه للوزاره الوصيه على هذا القطاع، حيت درنا مراسلات باش نديروا معاهم لقاء نناقشوا هذا الشيء هذا، ولكن الى حد الان باقي كننتظروا، ما كاينش حتى شي جواب. وواحد القضيه اخرى بالنسبه لهذا الفي، راه بوحدو اللي عطاوه 25% ديال شي فرض فير تمشي لا ماسالاري، وكنطلبوا عاود في هذا الكلاسيفيكاسيون ما تبقاش فيها عام ولا عامين، خصها ترجع تكون فيها 3 سنين، حيت من الصعب باش كل عام باش تجيستيفي باش تاخذ عاوتاني تجدد التصنيف ديالك.